سادة الأعضاء، يطلب سيادة المستشار وزير شؤون الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حضور جلسة المجلس لكل من السادة المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء، الأستاذ حسام نبيل مساعد الأمين العام لشؤون مجلس النواب، الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لسيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء. أثناء عرض سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة، فهل يأذن المجلس في ذلك؟ موافقة. إذن ليتفضلوا بحضور الجلسة.